كوتش شو ما مشيش في الماتش؟ حد شيء. أكثر حاجة الفورمة اللي عليها أولاد إسبرانس، يعني تقريبا اليوم واجهنا منتخب تونس، إن شاء الله يقعدوا الفورمة هذه البطولة الإفريقية، لكن احنا كنا نجم نكونوا أفضل من هكا، على الورق هم أفضل، خبرة، إمكانيات لاعبين، كل شيء، لكن ما لعبناش على المستوى نتاعنا، وهذا اللي خلى الفارق كبير. اللي ما مشاش أكثر هو الإرسال والاستقبال، تقريبا هم اللي كانوا لو مايون فابل نتاع النهار. اليوم إرسالات الترجي كان خلتنا في مشكلة كبيرة، وهذا اللي ضعف الهجوم نتاعنا وخلى الفارق كبير، خاصة في الشوط الأول والثاني. الشوط الثالث بطبيعة هو الترجي عمل تورناف وبدل اللاعبية وكل شيء، واحنا كانت عندنا فرصة للتدارك، عملنا مخيط وكان ممكن ناخذ الشوط هذا، لكن تعرف في نهاية الأشواط أخطاء بتاع قلة خبرة، بتاع مش أخطاء عادية، لكن هذيك ضريبة التجربة، اللي ناقص تجربة يجيك في الأوقات اللي أنت حاجتك به وما تلقاش. عدم الجاهزية بتاع بنكي على المستوى البدني خاصة اللي عنده إصابة أثرت شوية في الماتش؟ لا، إصابة خفيفة في كتفه، مش حاجة كبيرة، لكن يظل يحفظوه لاعبين الترجي ويقفلوا كما يلزم. ما عملش أخطاء برشا، لكن ما جابش نقاط، هذا علاش خرج. وخليت ملاعبي، قلت فرصة، لأن مباراة اليوم احنا بالنسبة لنا احنا ما عندها ما تغير في الترتيب، وعطيت فرصة للاعبين الشبان كما أمين موريتاني اللي خذا بلاصة بنكي، وكل ما الماتش يقدم كل ما يتسرح كل ما ياخذ ثقة في روحه، وهذا ملاعبي اللي من الملاعبية اللي ربحناها إن شاء الله المستقبل. الفترة يظهر لي قصيرة، الفترة ما بين مرحلة البلاي أوف ومرحلة السوبر بلاي أوف لمزيد الأعداد للفريق، اللي هي مرحلة مهمة مصيرية الأخيرة. يطلبنا احنا الناس كل ذلك الفرق كل طلبت باش ياخذوا مجال باش يحضروا سوبر بلاي اوف اكثر، لكن الفيدراسيون عندها برنامج وعندها رزنامه، خاصه برا من المنتخب اللي هي جايه وشهر رمضان اللي جاي، دونك سيتي با بوسيبل باش يوخروا هكا، اون في افيك هكا. شنو تقعد جماهير السي اس اس؟ نعم، شنو تقعد جماهير السي اس اس؟ والله احنا من بدايه الموسم معناها انطلقنا، من غير ما حبيش نكذبوا على الناس ونقولوا لهم، ملاعبية توانسة للانتداب ما فماش، إمكانيات الفريق المادية إمكانيات محدودة جدا، خاصة في الموسم هذا، وهذا اللي يخلي لازم الناس تعرف اللي فما معناها مشكلة مادية توا الوقت الحاضر في الفريق، ولازمنا الناس كل نوسعوا بالنا، وملاعبي أجنبي ما عندناش حق ننتدبوا، وإذا باش ننتدبوا صعيب باش نلقاو ملاعب رخيص، يعني ملاعب هواد. فالتوجه نتاعنا كان من البداية أن نحافظوا على اللاعبين اللي هما كيما بنكي كيما ونلي كيما اسكندر ملولي، اللي هما عمرهم في 25 26 سنة مازال عندهم قابلية أنهم يتطوروا، وطلعنا ملاعبية وانتدبنا ملاعبية من اتحاد النقل اللي في سن ما بين 18 و 21 سنة، عندنا 6 ملاعبية خامات ممتازة قاعدين يتطوروا، مستوى الفريق من بداية الموسم لتوا تحسن برشا، وإن شاء الله نواصل على المنوال هذا باش إن شاء الله في المستقبل المتوسط ما نقولش القريب، مع التغيرات اللي باش تظهر في الفريق وقتها ممكن يصيروا انتدابات باش الفريق يولي قابل باش يطلع البوديوم.